السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح أوضح في نقطة جدا مهمة، وخصوصا بمادة الجزيء. صراحة هي مادة الجزيء شوية مادة معقدة، يعني يحتاج لها إلى قراءة وأيضا تركيز مهم جدا. هذا من جانب. من جانب آخر، هي المادة طبيعتها هيك، يعني المادة عبارة عن تقريبا تراكيب كيميائية، وايضا هذه توجينات وانزيمات، فمهمه جدا. وايضا هذه كلها هذه تتداخل وراح تكون ما يسمى وتعطيها هذا الكومبلكس او التعقيد علما لهذه الماده. الصراحه كثير من الطلبه، يعني خصوصا طلبه الاوليه، يعني يعانون معاناه كبيره جدا من هذه الماده، وخصوصا اذا كانت الماده باللغه الانجليزيه. ليش؟ لان راح الطالب يواجه عفوا يعني جزئين، الجزء الاول اللي هو صعوبة المادة، والشغلة الثانية او الجزء الاخر اللي هو اللغة الانجليزية المستخدمة بالمحاضرة المعدة من قبل الاستاذ. فان شاء الله راح اوضح في نقطة جدا مهمة وبسيطة ان شاء الله عن كيفية فهم وقراءة المادة الجزيئي، وايضا التجهز والتجهيز للامتحان سواء كان الفصلي او النهائي. صراحة أنا اتبعت هذه الطريقة، ألا وهي قراءة الكتب باللغة العربية. وهذا الصراحة يعني وأرجع أطابق هذا بعد ما قرأت اللغة العربية، أقرأ باللغة العربية المنهج أو الكتاب أو أي محاضرة باللغة العربية جزئي، ها أرجع أقارنها ويا من ويا المنهج الخاص الموجود بالجامعة الخاصة بي. مثلا أنا الجامعة المستنصرية، أرجع للمنهج الجامعة المستنصرية وأقارن المواضيع اللغة العربية باللغة الإنجليزية، والعكس صحيح. يعني ما أقرأ الكتاب كامل، وهسه راح أوضح لكم مثلا شلون راح أقرأ. مثلا أنا عندي هذا الكتاب، وهذا الكتاب من أجمل الكتب اللي قريتها الصراحة باللغة العربية عن مادة الجزيء. مثلا أنا عندي هذا الكتاب، عندي موضوع معين، مثلا أنا عندي مثلا هذا الليست الكونتنت مالته، ارجع مثلا محتويات الكتاب هذا ليست اوف كونتنت. مثلا اني عندي اول محاضره عندي مثلا بالمنهج الجامعي عندي الطفره، مثلا الدي ان اي واصلاح، اني اروح اقرا عن الطفره والدي ان اي واصلاح وين باللغه العربيه، وين بكتاب معين. مثلا ما اقرا الكتاب كامل، لا، لان هذا راح يحتاج وقت ويحتاج جهد. لا، أني أقرأ عن موضوع معين، مثلا عن تضاعف الدي ان اي عندي بمحاضرة المنهج، مثلا جامعة المستنصرية أو جامعة بغداد أو غيرها من الجامعات الأخرى والكليات اللي مختصة بالعلوم مثلا. فأني عندي مثلا تضاعف الدي ان اي اللي هو الريبليكيشن، أجي مثلا صفحة 63، أروح للكتاب صفحة 63. من أروح للكتاب صفحة 63، أني راح ألقى موضوع ما يسمى بالريبليكيشن اللي هو التضاعف. شنو التضاعف؟ التضاعف الدي ان اي. من اقرا مثلا، هسه راح اوصل ل 63، من وصلت هذه 63 اقدر اقدم بها مقدمة، اقرا عن المقدمة بسيطة عن الريبليكيشن وانواع الريبليكيشن. عندنا 3 انواع من الريبليكيشن اللي هو الكونزرفيتيف والسيمي كونزرفيتيف، وايضا عندنا الديسبيرزيف مود. اجي اقرا عن كل نظريه من هذه النظريات واقارنها، هل موجوده هذه المصطلحات بكتاب بالمنهج مالي مال الجامعي باللغه الانجليزيه، واقرا عنها اخذ فد فكره بسيطه عنها. لاحظ من اقرا هنا، بعدين راح اجي عن تركيبه الدي ان اي، وراح منه اكتشف هذه نظريه التضاعف. هنا عندكم ميسيسن وستاهل اللي هو عالمين، ميسيسن وستاهل اكتشفوا نظريه التضاعف السيم كونزرفيتيف اللي هو شبه محافظ لماده الدي ان اي بالكائنات الحيه. واجي اقرا عن كل التفاصيل الخاصه باللغه العربيه عن ماده التضاعف، اكون فد فكره معينه. هذه الفكره المعينه وين راح اروح اطابقها ويا المنهج الخاص، وين بالمنهج الجامعي. بعد ما قرأت عن المنهج الجامعي، أنا مثلا أصير عندي فت فكرة، حتى أظل ألف أنا عن فكرة التضاعف مثلا اللي هو الدي ان اي ريبليكيشن وما شابه ذلك. هنا أنا الإنزيمات المستخدمة، أخذ عن فكرة عن الإنزيم بالبروكاريوتيك اللي هو بدائية النواة، 3 أنواع اللي هو الوان والتو والثري. أقرأ عن كل الوان، وأقرأ عن التو، وأقرأ عن الثري، وأيضا أقرأ عن الليدنج ستراند، وأقرأ عن الليدنج ستراند واللاجنج ستراند، وأقرأ يعني تفاصيل جدا مهمة. أخذ عن هذا الجزء وأكمل وأروح أطابقه. وين أطابقه؟ به
أطابق بالمنهج الجامعي، وبالتالي راح يسهل علي كثير من المصطلحات وكثير من الوقت والجهد، فبالتالي أقدر أني أقدر أحله بصورة بسيطة جدا، وأكون فد أسئلة وأكون بعقلي من اللغة العربية وأطبقها وين؟ باللغة الإنجليزية. أتمنى لكم الاستفادة من هذه، الصراحة أنا اتبعتها وطريقة مهمة جدا، وكثير من المواد أنا أقرأ لها عربي وأجي أطابقها والمنهج الجامعي، وراح تفتح لك آفاق جدا مهمة وأسئلة، راح تكون لك أسئلة جدا عميقة بهذه المادة، وأنا متأكد 1000000% راح تحب المادة. أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة، مع الشكر الجزيل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.